لما كنت في المغرب وانا بحب المغرب قوي، والنهارده لابسه جبادور كازابلانكا الغاليه، وكل اصدقائي قالوا لي لازم تشتري الجلد الحلو وتروحي على السوق الفلاني. طب يا جماعه، ما احنا عندنا في مصر احلى جلد، واحنا مصدر الجلد، بس ما حدش بيتكلم عن الجلد ده خالص. اي نجاح في الدنيا بيبتدي بحلم، الحلم ده بيكبر ومع الايام بيتحول لطاقه، لاصرار، وبيبقى خلاص في امل لغايه ما يبقى واقع جميل. النهارده معايا شاب صغير عاش مع حلمه 3 سنين، ومن 3 سنين وهو شغال، انسان قدر بموهبته وعزيمته ينافس ارقى المنتجات العالميه، وقدر يحقق النجاح لصناعه مصريه 100%. نورني في الاستوديو اللي هو الشاب اللي سالته عندك كام سنه، فقال لي 25 سنه، مهندس احمد معتصم، صاحب براند شوبينج جو يعني يلا بينا، للاحذيه والمصنوعات الجلديه. مساء الورد. مساء النور. اهلا وسهلا بحضرتك. انا منبهره، اسمح لي اقول انا منبهره. ربنا يكرم حضرتك. لا 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 لا، ايه ده؟ ايه الشياكه؟ ايه الاناقه؟ يعني كل ايتم من الحاجات الموجوده قدامي فيها ميزتين انا شايفاهم، هكملهم لما افتح واشم واشوف الفينشينج. على فكره انا ما قلتلوش اني انا افاجئه كده. ده جلد طبيعي. جلد طبيعي مظبوط. اسمه ايه الجلد ده؟ حضرتك ده الجلد المستخدم في الشنطه دي، ده جلد ضاني. يا سلام. ايه الفينشينج النظيف؟ ايه الفينشينج الحلو ده؟ شوفوا يا جماعه، دي صناعه مصريه. مفيش فتله. شوفوا الكالرز والالوان والكاروهات. حضرتك الموديل ده كمان الديزاين بتاعه بيتغير، يعني في كبسوله من فوق الكباسيل دي اتفتحت، شكل الشنطه نفسها يتغير. يعني انا بعد ما افتح الشنطه دي ممكن حضرتك تشد الشنطه اهو. ايوه بالظبط، كبسوله كده بقت اوسع، بقت شنطه ثانيه. لو حضرتك قفلت الشنطه الموديل اختلف خالص. هتقفل اشوف منظرها. يا سلام يا سلام يا سلام. وممكن تتغير مع الكباسيل، يا سلام كل يا ما الكباسيل تتقفل وتتفتح. استنوا لسه في كبسولتين تانيين كمان. احنا الستات بنحط حاجات كتير هنا وهنا. لا يعني انا بحييك، انا ست عاشقه جزم، بحب قوي الاحذيه والشنط، واول حاجه بعملها اني بشوف الفينشنج من جوه. بالظبط. انا حضرتك بتهتم في المنتج بالفينش بتاعه. طب ايه اللي لفت انتباه حضرتك تاني في الموديلات بتاعتنا؟ عجبني جدا الكروكودايل، ده برنت بتاع الكروكودايل الاسود. وعاده ده بيعملوا ايه يا احمد؟ احمد اسمك؟ احمد معتصم. صح، ما غلطتش. بيروحوا واخدين الكروكودايل للسهره او للسوريهات، او خلينا نقول للحاجات الرسمي. انت كسرت القاعده. بالزبط. انت عملت لي شنطه اقدر اطلع فيها، تقدر تستخدمها في الحياه اليوميه في الحياه اليوميه، والحجم متوسط. عجبني هقول عجبني كتير. عجبتني الكعب. شوف انا لابسه نفس الكعب، ات از ان انجلش، وده مريح للستات. بالظبط، لانه عريض. ازاي ابتديت الحلم ده؟ حضرتك البداية أنا كنت عايز أصنع المنتج، والمنتج يكون مصري وأقدر إن أنا أصدره بره مصر. بس المنتج كان إيه؟ ما كانش عندي التصور لسه. يعني أنا كنت شايف مثلا تجربة زي الصين. الصين بقت بلد اقتصادها قوي جدا بسبب الصناعة. يعني فكرة مثلا، واحد عمل ويب سايت في التسعينات اللي هو علي بابا. علي بابا. علي بابا كان بقى بعد أمازون دلوقتي. بالظبط. وكان جزء إن هو نقل الصناعة الصينية. فأنا حاولت إن أنا أستخدم مجال دراستي إن أنا مهندس برمجيات، إن أنا أعمل ويب سايت وفي نفس الوقت أبيع منه منتجات مصرية. في البدايه ما كنتش قادر احدد ايه المنتج، يعني لحد ما توصلت في الاخر ان انا اصنع جزم. يعني سر حبك للجلديات دي، يعني ايه اللي خلاك تختار المجال ده؟ احنا لقيت ان احنا عندنا هنا في مصر عندنا جلد كويس، وفي نفس الوقت الايد العامله الموجوده كويسه جدا. يعني مثلا الشوز اللي جنب حضرتك ديت كانت اول شوز انا عملتها. تمام. دي بتصنع في خلال 14 يوم. لو حضرتك بصيتي على الشوز نفسها من النعل بتاعها، كم الصعوبه كلها في النعل والخياطه، دي كلها بتتخيط يدوي. فانا استغليت الايد العامله المصريه الكويسه، وفي نفس الوقت الجلد كويس. العلامات دي تشير الى حرفيتك، لانه دي الفراغات بتعمل لي راحه كومفورت لظهري. بالظبط. وفيها خرومه لو انتم شايفين عشان تتنفس الجزمه. بالظبط. وانا اتمنى ان حضرتك تجربيها، يعني حضرتك جربي المنتج. ما تتمناش 8 دي 38؟ دي ما استنى انا 38. نشوف كده، وانا حاطه بودر على رجليا. انا عايز حضرتك توصفي احساسك، يعني لا استنى استنى، هي دي 38؟ ار يو شور؟
دي مقاس لا صغيره 38. صغيره لا دي مش 38 دي 36. ال 38 لما هنلاقي الفرده ال 38 هجربها ديفينتلي. وريني دي. الله على الحلاوه. لا 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 لا, لا. انت عامل ابداع. دي 37. شوفوا الحلاوه بتاعت الكروكودايل. انت جيت لي ملعب ست مهووسه جزم والشنط. حريك الشوز ديت انا عملت الفتره اللي فاتت. دايما البنات والستات عموما بتحب ان هي يكون المنتج ما تشوفوش في مكان تاني يعني. هي صحيح. بس الوحيده اللي في العالم اللي لابساه. فعشان كده انا بدات اعمل اصدارات محدوده. مثلا من الشوز ديت برضو انا عامل ده اصدار محدود. بعمل 50 قطعه بس وما بكررش ال 50 قطعه. الله عليك. ليميتد اديشن. ده اغراء كبير. لان انا ما بحبش البس جزمه وكل البلد لابسه زيي. بالظبط. بحب كل واحده مننا الستات مش انا يعني اي ست. طب خلينا يعني انا مش هسيب الحلم لانه الحلم هو الاساس. انت حلمت قلت انا هبتدي بالجلد. في حد في العيلة اشتغل في المجال ده؟ يعني ايه اللي عينك راحت كده على بص حضرتك انا كان عندي جدي تمام عنده ورشة تصنيع أحذية صغيرة يعني. فأنا هو أول واحد التفت له يعني. أنا كنت عايز أعمل موديل بشكل معين رحت له هو أول واحد لأن هو كان عنده العمالة. أنا كنت بشوف عنده العمالة اللي بتخيط بالشكل ده. فبدأت أربط المواضيع مع بعض لحد ما كونت الفكرة. بعد كده بدأت أشتري الجلد وأجرب لحد ما طلعت المنتج. واجهتني طبعا صعوبات في البداية إن أنا أسوق المنتج ده. طبعا الناس ما عندهاش ثقه في شاب بيبيع على النت او كده. فانا كنت بحاول ان انا اكتسب ثقه الناس يعني. مثلا انا كنت بسوق بنفسي وببيع بنفسي وبرد على الناس لحد ما بوصل لهم منتج لحد البيت. وكنت بسافر للمحافظات مثلا اجمع طلبات طول الاسبوع واروح مثلا يوم الجمعه اسكندريه اسلم في محافظات بنفسي. طبعا كنت بحب اتكلم مع الناس كتير واسمع اكتر ما اتكلم يعني. فاول ما بدات اسمع اراء الناس كانت منبهره جدا بالمنتج ودي حاجه شجعتني اكتر. رغم ان كان بتقابلني ساعات حاجات بتحبطني بس في نفس الوقت الناحيه الثانيه كان بيقابلني ناس كتير بتديني طاقه ايجابيه. وفي الايام ديت ده عيد ميلاد شوبينج وانا بدات البراند في نفس الوقت ده. انا جمعت اكتر 100 عميل ادوني طاقه ايجابيه وبعت لهم هدايا كلهم لحد البيت حبيبي. عندهم ومعهم ومع كل هديه جواب حبيبي كل سنه وانت طيب. الله يخلي حضرتك. وشوبينجو يعني تستمر بازدهار كبير. كل قطعه في حد نفسها تابلو من الحلاوه. شوف شوف شوف. لا 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 أنا الحقيقة في فيديو دلوقتي بيحضروه. لكن أنا عايزة يا باشمهندس أحمد أتكلم إنه الواحد يعني مش لازم دايما كلنا نطلع دكاترة ونقعد ورا المكاتب. إحنا نقدر نصنع زي ما أنت صنعت واشتغلت. بالظبط. لأن برضه حضرتك اللي ورا الكواليس إن أي منتج أو أي خدمة أنت مثلا بتستخدمها في مكان. لو بتشرب مثلا كوباية قهوة، كوباية القهوة دي ممكن يكون فيها رزق 5000 شخص ورا كوباية القهوة. الناس اللي زرعت القهوه، الناس اللي باعت القهوه، اللي بيقدم لك القهوه، اللي عملها، المكان صاحب المكان اللي مأجر له المكان. سلام عليك. ناس كتير جدا. ايه رايك بقى نتفرج على قصه حياه جزمه؟ قصه حذاء رائع. ورونا قصه حياه حذاء. وانا اشرح لحضرتك برضه القصه. لا لا دي فانتازيا. ده مش قصه حذاء. دي فانتازيا حذاء. حبيت الفكره بس اشرح لي كده شويه. يعني انا شفت اول لقطه انه هي خدت جزمه تمام.
دايما الناس بتحب تتفرج الحاجه اتعملت ازاي او اتصنعت ازاي. فانا كان هدفي من فكره الفيديو ده، انا سميته قصه حياه جزمه، كان الجزمه بتفتكر الاحداث من اول ما كانت ماتيريال، يعني بعد ما اخترنا الماتيريال ازاي ان هي اتفصلت واتصنعت وازاي ان هي اتخيطت واتشدت لحد ما ركبت العربيه وراحت للفرع والعميله اخذتها من الفرع. يلا علق بقى اهو، خدت الجزمه من البدايه ان هي الجزمه. الجزمه بتحلم، ها؟ طبعا الجزمه بتحلم وبتفتكر حياتها. عسل. اوكي، حضرتك هنا اختيار الماتيريال نفسه، تمام، دي مرحله التفصيل، اول مرحله عموما في التصنيع. بعد كده دي هنا دي مرحله ثانيه، دي مرحله الثانيه. بعد كده الاجزاء بتاعت الجزمه نفسها بتتجمع وبتتخيط. هنا دي مكنه الشد بحيث ان الجزمه تاخد الشكل بتاع القالب عشان لما تلبس في الرجل تكون واخده الشكل ده. بعد كده بتتلزق، ده المكبس نفسه بتاع النعل، وهنا طباعه الاسم، اسم دلفينتو. ده الماركه ديت ماركه تملكها شوبينجو، انا مسمي نفسي دلفينتو، ما كنتش عارف اكتب على الجزمه شوبينجو نفسها. يعني العميل عندك هو مصري بس؟ العميل عندي مصري واجنبي، ولقيت نجاح كبير جدا. انا كان هدفي من البدايه ان انا اوصل ان انا اقدر اصدر، ولقيت نجاح جدا من الاجانب ان هم حبوا المنتجات ديت. يعني حتى الريفيوات بتاعتهم والفيدباك بتاعتهم بتكون كويسه جدا. يعني انا في فيدباك فاكره كويس بتاع عميله ايطاليه كان اسمها جوليا، قالت ان طريقه الصناعه بتاعتنا وشكل الجزم بتاعتنا فكرتها بالصناعات الايطاليه القديمه. يعني يا سلام، هي ست كانت كبيره في السن. طبعا الفيدباك بتاعها كان مفيد جدا بالنسبه لي. يعني حسيت كده انه كل حاجه تقريبا، يعني صوابعك موجوده، انت اللي بتصمم، انت اللي بترسم، ولا في عندك حد بيرسم؟ لا حضرتك، انا ما بصممش وبرسم، انا بدي افكار وتصورات، وعندي اربع شباب هم مدلست، هم اللي بيرسموا، انا ما برسمش. ايه الحته اللي انت متخصص اللي هي تقول لهم لا ابعد كده انا اللي جاي؟ حضرتك طبعا في البدايه انا كنت بجرب، بس بدات افهم اذواق الناس. وانا دايما يعني زي ما قلت حضرتك في البدايه ان انا بسمع اكتر ما بتكلم. انا ما بين شوبينج وما بين الناس حاله عاطفيه، الناس بتحب البراند لان انا بسمع هم عايزين ايه. احنا عايزين حاجه بالشكل ده انا اعملها. انا بعمل لايف مثلا على اي منتج بعمله وبسمع ارائهم، يقولوا لي مثلا غير كذا اعمل كذا، بالفعل بنفذ اللي هم بيقولوا. طب انا اقول لك حاجه تعملها؟ طبعا اعملها. انا بحب البس حاجات فلات، انا طويله لانه، لكن ما بحبش الفلات الكامل لانه بحس ظهري عامل كده، لازم يكون في شويه تلو، شويه كده كعب بالظبط، فتبقى الحاجه الواطيه دي اعمل حسابك عشان وجع ده، عشان تبقى كده ما تبقاش ظهرها لورا. فحبه صغيره من هنا، علما ان معظم اللي بيعملوا ده اسمه موكاسان اور سمثينج لايك ذات، بيعملوها كده وده مش صح، يعني متعبه. لاني انا عاشقه للحاجات اللي هي برينتد. عايزه اسالك عن دول. ايوه زي كده، هو ده ده هو المريح. وانت عملت حاجة تانية كمان، تفوقت على اللي انا عايزاه. عارف ايه؟ الدبل سومال اللي هو من قدام ده، الكاوتش. ايوه مظبوط، انت اديتني علو وريحت لي رجلي في حاجة اضغط عليها مش على الارض. بالظبط حضرتك، واهم حاجة دايما في الشوز عموما وزنها والارتفاع بتاع الشوز من هنا. لازم ان لو مثلا لو انت حطيت صباعه مثلا هنا وانت حاطط شوز على الارض، ايوه، ما يبقاش اكتر من المسافه ديت. صح، لو اكتر من المسافه دي عمرها ما تكون مريحه. يعني صحيح، والكعب معمول على هو ده اللي انا بتكلم عليه. انت شلتها عشان كده تقول لي انا عامل. يا هاني الشوز دي مريحه جدا، واحنا كنا مسمينا اشيك جزمه في مصر وحققت نجاح كبير جدا. انا عرفت الاشيك على طول، ندهتني بس المشكله 37 ولا 36؟ عايز اجرب واحده. دي 36؟ دي مقاسها 36. 36 انا 38. بس هو من ذكائك انك تحط النمر الصغيره، لان الجزمه هي صغيره زي كل حاجه بتبقى احلى. بالظبط طبعا، حتى في العرض دايما بنختار المقاسات الصغيره. طيب نخش بقى على السواريهات وعلى الدلع اللي فوق ده، شيل الهانم الجميله دي. الله دي انا جايبها النهارده مفاجاه للبرنامج، في كذا قطعه انا جايبها، دي من الكوليكشن لسه هنزله. ديت من ضمن الكوليكشن الجديد. ايوه اعرضها كده. ايوه خليهم يشوفوا. ايوه يا حلاوتها، دي نصها اسود والنص التاني برنت ومش باين في وصله. بالزبط. ايه اللي انت عامله ده؟ وحضرتك البرنت الانيمال برنت ده لا ناويهالي. الله الله، تعالي تعالي يا حلوه تعالي. شوفوا هنا مفيش وصله.
بالظبط، ده اللي مدي ميزه وجمال للماتيريال نفسها. يعني ازاي عملتها دي؟ انا مش فاهمه. هي الماتيريال نفسها بالشكل ده، بس هي بتكون صعبه في الجزء بتاع تفصيلها، لان مثلا لو تخيلنا ان جزء مطبوع متر في متر بشكل الماتيريال ده، فانت محتاج ان انت تفصل الشكل ده ان هو يطلع معاك جزمه. طبعا ده بياخد مجهود كبير وبيهدر من الخامه. طبعا 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 طبعا. ديل فينتو. طب هو انت ايه السايت باسم والديل فينتو؟ حضرتك انا في البدايه كنت عايز اكتب على الجزمه شوبينجو، بس ما كنت حاسس ان شوبينجو كبيره انها تتكتب على الجزمه، فسجلت ماركه ثانيه اسمها ديل فينتو وبدات اشتغل عليها. يعني بطبع ذكي انت، ما بتفكرش غلط، لانه احنا بنحب الحاجات التلياني ومتاثرين بالايطاليا. بالظبط. ديل فينتو لا لا، ديل فينتو اسم ايطاليا على طول. برافو عليك. الله يخليك. عفوا انا يعني مش عايز احرجك، بس مثلا زي دي سعرها كام؟ حضرتك زي ديت مثلا الكعب عندي سعره بيبدا من 375 جنيه ل 495 جنيه كل المنتجات اللي بتاعتي. لا مش معقول، لا مش معقول، بتهرج. يعني انا كنت في برنامج قبل كده واتوصفت بان انا يعني ارخص واحلى برودكتس. بالظبط. يعني حضرتك مثلا لو بصينا على المنتج اللي هناك، الكوتش الابيض ده، ايوه ده انا مسميه بطل شوبينجو وطابع اعلانات وبنرات عندي لبطل شوبينجو. تمام. دول زباينك بقى. دول زباين من كل الجنسيات. حلو قوي. من الصين ومن جنسيات مختلفه. الكوتش الاسود اللي كان بيتعرض على الشاشه كان عباره عن ايه ده؟ حضرتك الكوتش الاسود ده برضو زي الكوتش الابيض اللي هناك. ايوه. الصوره دي كانت جايه من ماليزيا. ايوه. احنا لينا عملاء في جميع انحاء العالم، وحاجه بتفرحني جدا لما عميل بيبعت ريفيو بتاعه من بلد مختلفه او كده، بحس ان انا فعلا قدمت حاجه حقيقيه للناس والحاجه دي نجحت فعلا. الكوتش اللي هناك ده حضرتك هو بطل شوبينجو ده، انا سعره 175 جنيه. يا مش معقول، اسعار حلوه قوي. بدات المس النجاح مع الكوتشي ده ان انا بدات امشي في الشوارع، في كل شارع بشوفه يعني، فبدات احس النجاح فعلا، ان انا فعلا نجحت، انا وصلت كل الناس، كل ما امشي في شارع او في منطقه الاقي مين حد اللي بيحط افكار اعلاناتك اللذيذه دي؟ انا. انت افكار لما نشوف كده واحد من الاعلانات اللي محضرها المخرج. يعني فكرة عبقرية، ساحر. ها طيب، احنا لانه الوقت ازف وخلاص، انا الحقيقة ما استمتعتش بحياتي بكم جميل حواليا من الشنط والجزم زي النهاردة. عايزك تقدم كده كادو للي بيتفرجوا علينا. حاليا انا كنت عامل الاوفر ده بمناسبة عيد ميلاد شوبينجو، انا معود الناس من كل سنة شهر اتنين، انا بعمل طول الشهر عروض، بس عشان خاطر البرنامج النهارده هقدم مفاجأة للبرنامج، وعشان خاطر حضرتك هقدم مفاجأة ان انا هكمل عيد ميلاد شوبينجو لحد عيد الام يعني. الله، لغايه يوم 22. لحد يوم 22 ان شاء الله. بيرفكت. يبقى كل اللي هيتفرجوا وييجوا عندك ويقولوا لك مسا الورد يا فندم، طبعا يبقى ده هو كلمه السر. بالظبط، كلمه السر مسا الورد. مسا الورد. احمد معتصم حلم، حقق حلمه، مهندس شاب، احنا فخورين جدا بيه. شوبينجو، وعندكم عرض لغايه عيد الامهات. مسا الورد.